وايد اكونتات وايد فيديوهات، وخر عن الماي هذا اللي بالبطل، وخر عن القصدير، وخر وخر وخر. شفتوا الاشياء هذه ترى من عمر احنا نستخدمها، من عمر. في سميه، اي في سميه، ولكن في شيء لا تنسونه، عندنا كبد ينظف حتى سم الحيه ينظف. ولكن من اللي يبتعد عن الاشياء هذه؟ انت مريض وجسمك كله سموم، فتدخل سموم، فالكبد للحين مو مهيئ انه ينظف هذا كله، فهني وخر. اما انت ما فيك شيء، خلاص عيش حياتك طبيعي. شنو بعد شتاكل؟ شتاكل بعد؟ شتاكل؟ كل الحياه اوميجا 6، كل الحياه فيها سموم، كل الحياه فيها مضادات حشريه. شنو؟ تبي تصير منبوذ تقعد بغابه بروحك؟ انت تزرع؟ انت تجيب دياي وتاخذ بيضهم؟ تقدر سو. اشتري لك بقره وانا اشتري لك العلف هديه. ولكن عيش حياتك خلاص. بعض الاكونتات يسوون لك وسواس مو طبيعي، وخر عن هذا وخر عن هذا وخر عن هذا. عرفتوا من اللي يوخر؟ عندك مرض، وخر. خل اعطيكم مثال وايد قوي صاير مع الكل. الحين انت مثلا او انتي معوده عيالك توكلينهم اكل صحي وتنومون عدل، مشيتهم كذي 100%، ربك الحمد صحتهم وايد زينه، مناعتهم وايد زينه. تبي تروحي زواره حق اختك، حق بيت اخوك، حق بيت امك، ليش راح يطلبون؟ دب كنتاكي، دب هارديز، دب عيوش. فشيء طبيعي الياهل ما راح يقتنع، تقول له سميه ومعدل وراثيا، ما يعرف الياهل، يبي دبه، الياهل يبي دبه، يبي هذا ومعاه لعبه. تعلقنا على الياهل. فطبيعي راح ياكلون، فشنو تسوون انتم؟ خلاص قولوا حق عيالكم بالزواره فتحوا. وانتم في البيت عندي انسوا. عرفتوا شلون يا جماعه؟ فوانتم تودون عيالكم وين؟ راح يصيرون منبوذين، المجتمع هو كذي خلاص. رحتي بيت اختك حاطين حلويات، حاطين اكل، فاست فود، خلاص خليه ياكلون، خلاص خليه ياكلون، بس ولكن بالزواره بس. اما تبتمنعينهم كله وتقولي له لا ما راح يقتنع، يبي نفسهم، يبي لعبه، يبي دبه بطاط مع